ونتكلم عن الخطوط الهندسية لبناء المجتمعات المدنية. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا من خلال معادلات هندسية متشابكة ومركبة، خلقت هذا الجسم البديع اللي هو جسم الإنسان، خلقت هذا العالم البديع. ففي كل مجال بنعمل فيه داخل المجتمع لابد أن نرسم له خطوط هندسية إحنا نرسمها علشان نشوف كيف تمشي داخلها مسارات المجتمعية بإذن الله. ده الفهرس بتاع المحاضرة زي ما تعودنا في الماضي، فهيكون فيها مقدمة وهيكون ما هي الخطوط الهندسية اللي هنبني بها المجتمعات بتاعتنا، المجتمعات المدنية. كذلك ما هي المتوازيات أو المسارات أو المركبات، وبعدين الخاتمة اللي احنا هنتكلم عليها معكم فيما بعد إن شاء الله. في المقدمة زي ما أنا اتكلمت في المحاضرة اللي كنت بتكلم فيها قبل كده عن نهاية العام وما قدمته قبل نهاية العام، في المحاضرة دي أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، هذه المحاضرة هي تحدي للشباب، فأنا بكلم الشباب وأمام الشباب لو كانوا بيسمعوا ما بيسمعوش، يعني أنا يعنيني أن أنا أقوم بمهمتي وأؤدي رسالتي، أما الشباب يسمعوا أو ما يسمعوش فده أمر بيرجع لهم هم، لكن هي تحدي للشباب في العام الجديد. وكما قلت في المحاضرة السابقة أن الكورونا لم تقعدنا ولم تخيفنا، بل أخذنا الاحترازات الطبية كي ننجو من عواقبها الوخيمة، وفي نفس الوقت تدافعنا جميعاً لكي ننشئ ثقافة مجتمع مدني. ما هدفنا في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه في السنة اللي فاتت والسنة دي ان احنا ننشئ ثقافة مجتمع مدني جديد، يستطيع هذا المجتمع وهذه الثقافة ان يعيش داخل هذا المجتمع، يعيش داخل جائحة كورونا، فيعدل المجتمع وتعدل الثقافة ما مسار الكورونا، ومن ثم يعيش فيما بعد يرسم المسارات والآفاق المجتمعية لمستقبل الإنسانية. احنا بنتكلم على إنسانية، مش بنتكلم عن وطن واحد، مش بنتكلم عن مجتمع واحد، بنتكلم على كل العالم. يبقى التحدي إنشاء ثقافة مجتمع مدني جديد يستطيع هذا المجتمع أن يعيش داخل جائحة الكورونا فيعدل مسار هذه الجائحة، ومن ثم يعيش فيما بعد ليرسم هذا المجتمع المسارات والآفاق المجتمعية لمستقبل الإنسانية. فنتعايش نحن في هذا المجتمع مع كافة المجتمعات اللي حولنا داخل مسيرة هذه المسارات التي سوف نرسمها سوا. ده التحدي اللي أنا بحطه أمامنا جميعا بالنسبة للشباب وبالنسبة لأي حد بيعيش على الكوكب الأرضي جنبنا في هذه المعمورة. الشريحة دي بتتكلم عن مسارين، طبعا هنتكلم ده الجزء الأول، يعني لو أنتوا خدتوا بالكم من عنوان المحاضرة، عنوان المحاضرة كان زي ما قلت أنا قبل كده هو الخطوط الهندسية لبناء المجتمعات المدنية، الجزء الأول ده هنتكلم فيه على الجزء الأول. ففي الجزء الأول هنتكلم عن الخطوط الهندسية لبناء المجتمعات المدنية، في الجزء الأول هنتكلم عن الخطوط الرئيسية الهيكلية، في الجزء الثاني هنتكلم عن الخطوط الداخلية التقاطعية، وده هيكون الأسبوع القادم. اليوم هنتكلم عن الجزء الأول اللي هي الخطوط الرئيسية الهيكلية، والأسبوع القادم هنتكلم عن الخطوط الداخلية التقاطعية. في الخطوط الرئيسية الهيكلية فيها ثلاث خطوط أنا اخترتهم، متوازيات ومسارات ومركبات زي ما كان موجود عندنا إيه في الإعلان على الصفحة. اما في الخطوط الداخليه المتقاطعيه اللي هنتكلم عنها الاسبوع القادم فهيكون فيها متقاطعات ومتشابكات ومتطابقات ومترادفات. يبقى في المحاضرتين واحده بتتكلم عن الخطوط الرئيسيه الهيكليه متوازيات مسارات ومركبات، والاسبوع القادم ان شاء الله هنتكلم عن الخطوط الداخليه التقاطعيه اللي هي بتتكلم عن المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات. حد هيقول لي ايش دخل كل الحاجات دي كلها بمجتمع مدني وجمعيات وكذا؟ اللي بيبني مجتمع واللي بينشئ مجتمع لابد ان يرسم له صوره لافاق مستقبل هذه المجتمعات، صوره هندسيه، خريطه الطريق. يعني ده اللي بنتكلم فيه معكم من خلال رؤيتنا لبناء المجتمع المدني. دي في الصوره دي في بعض الخطوط اللي بتصنع مسارات مجتمعية، هتلاقي فيها خطوط مستقيمة، خطوط دائرية، خطوط محورية. طبعا بأذكر الأخوة مرة أخرى إن كل الحاجات دي موجودة على اللي هو الزوم لينك، لو أنتوا عايزين تشوفوا كل الخطوط دي كلها. في بعض هذه الخطوط اللي احنا بنحترسها المجتمع معنا هي خطوط مستقيمة، دائرية، محورية، تقاطعية، معرجة، منحنية، ملتوية، متفرعة، رأسية، أفقية، قطرية. كل هذه الخطوط احنا بنستعملها وبنستعمل غيرها كذلك في بناء المسارات اللي داخل المجتمع دي كلها، سواء كانت مسارات او المركبات او المتوازيات اللي احنا بنتكلم عنها.
اول جزء في محاضره النهارده او في كلمتي معكم النهارده هي ايه كلمه المتوازيات. يعني ايه متوازيات؟ تعريف المتوازيات بالنسبه لي انا، وانا لست مهندس لكن كنت طبيب، هي الخطوط المستقيمه التي لا تتقابل، تفضل ماشيه كده على طول مع بعضها، لا تتقابل مع بعضها البعض ولا تتقاطع مع بعضها البعض، زي ما انتم شايفين ايه في الصوره، في الجانبين في الصوره. وتستعمل هذه الطريقه، انا ليه حطيتها النهارده معنا؟ لان هستعمل الطريقه دي في كتابه التاريخ. يقول لك ايش دخل الخطوط المتوازيات في كتابه التاريخ؟ انا هشرحها دلوقتي. وتستعمل هذه الطريقه اللي هي متوازيات، اللي هي ماشيه كده زي ما احنا شايفين كده متوازيات، تستعمل في كتابه التاريخ، حيث انها يكتب تاريخ بمن؟ بمن عاصروه في اماكن مختلفه وازمنه مختلفه وفي نفس الوقت. من عاصروه في اماكن مختلفه وازمنه مختلفه وفي نفس الوقت. ها؟ على سبيل المثال اديك المثال، لو احنا حبينا نكتب تاريخ البصرة او تاريخ غزة او تاريخ القدس او تاريخ سراييفو او تاريخ القاهرة او الرياض او لندن او نيويورك او كذا او كذا الى اخره، في اول 30 سنة من القرن ال21 او في اول 30 سنة من القرن ال15 الهجري، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ علينا ان نجمع بالتوازي. لو كان في مدينة واحدة يبقى في أحياء المدينة، نجمع بالتوازي وفي نفس الوقت الشهود العيان العدول اللي هم نثق فيهم من أهل العلم والخبرة والمعرفة الذين شاهدوا هذه الحقبة الزمنية، ونضع لهم معايير ثابتة، أو هم يضعوا المعايير لكيف يكتبون التاريخ في هذه الحقبة التاريخية. ده معناه متوازيات، يعني كل جالس في نفس الحقبة الزمنية وعنده نفس المعايير وعنده نفس الخبرة إلى آخره في مجالات مختلفة، علشان كلهم يجتمعوا علشان يكتبوا التاريخ. لذلك أنا سميت كتابة التاريخ متوازيات، متوازيات متوازيات، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي موجودة في اللينك في الرابط ده. لو كان على مستوى مدينة البصرة أو مدينة غزة أو مدينة سراييفو أو صنعاء في اليمن أو دمشق في سوريا أو بغداد في العراق إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فإن أردنا أن نكتب تاريخ العراق كله أو اليمن كله أو فلسطين كلها أو لبنان كلها أو تركيا كلها أو مصر كلها أو الكويت كلها إلى آخره في نفس الحقبة الزمنية، يعني قلنا لو احنا قلنا أن احنا هنكتب التاريخ بتاع فلسطين أو التاريخ بتاع اليمن أو التاريخ بتاع العراق في أول 30 سنة أو 50 سنة من القرن ال21، هنتبع نفس المعايير بالمتوازيات. هنتبع نفس المعايير التي وضعناها لكتابة تاريخ البصرة من قبل، فيخرج لنا هذا العمل المتكامل، فيخرج لنا العمل ده المتكامل، هيطلع لنا كموسوعة معرفية عن تاريخ هذه الحقبة في كل هذه المحافظات داخل العراق أو داخل اليمن أو داخل لبنان إلى آخره. يعني بنتبع نفس المعايير المتوازيه، ان في كل محافظه اهل المحافظه هم اللي هيكتبوا، اهل المدينه هم اللي هيكتبوا، اهل القريه هم اللي هيكتبوا، عشان يخرج بالمتوازيات دي كلها، يعمل لنا موسوعه معرفيه لمعرفه تاريخ فلسطين او تاريخ لبنان او تاريخ سوريا او تاريخ اليمن الى اخره، او تاريخ اليوغور اللي هو تركستان الشرقيه الى اخره، في نفس الوقت من محافظات مختلفه مكتوبه. فيخلنا موسوعة معرفية عن تاريخ هذه الحقبة الزمنية ممن شاهدوها ورأوها ونقحوها ورجعوها، ده لو كان هم معاصرين معنا. أما إن أردنا وزي ما أنتم شايفين الخطوط المتوازية دي في الصورة أن نكتب التاريخ في الماضي الصحيح، يعني واحد عايز يتكلم عن القدماء المصريين الأسرة الأولى أو الثانية أو الخامسة أو العشرة أو تاريخ العباسيين أو تاريخ الأمويين أو تاريخ العثمانيين أو تاريخ المماليك في مصر أو تاريخ الدولة الفاطمية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فأما إن أردنا أن نكتب التاريخ في الماضي الصحيح منذ آلاف أو مئات السنين، فعلينا أن نجمع، اسمعوا كمان بالمتوازيات، العلماء والمحققين والمؤرخين من العدول. العدول مهمة جدا جدا جدا، مش مهم فقط أنك تكون عالم بالشيء لك بكل، لكن عليك ان تكون من العدول اللي يثق فيهم، وذوي الخبره المجتمعيه والذين تخصصوا في هذه الحقب التاريخيه من الزمان.
وهم وحدهم القادرين على وضع معايير كتابة هذا التاريخ. نتركها لهم، هم اللي هيضعوا معايير كتابة مثل هذا التاريخ إذا كان التاريخ في الماضي الصحيح. ممكن واحد منكم يا شباب يقول لي إيه، أنت ليه بتركز على التاريخ؟ أنت ليه بتركز على، لأن اللي حادث دلوقتي واللي حادث منذ قرون عدة إن في كتابة للتاريخ بطريقة مجحفة لمن صنعوا إعجازات وإنجازات وتقدمات في التاريخ ومحيت هذه الأشياء من كتب التاريخ. لأن الذي يحدث الآن ومنذ قرابة قرون مش قرن واحد يعتبر جريمة في حق الإنسانية وحق من أبدعوا في رسم معالم الحياة المجتمعية ونشر أركان العدالة والسلام والحرية ممن أبلوا بلاء حسنا للدفاع عن حقوق المستضعفين وحقوق المطحونين من أبناء الشعوب. لأن فينا في أيادي خفية دلوقتي تلعب في التاريخ وتعيد صياغة كتاب التاريخ مرة أخرى وتغير الرموز وتغير الرموز وتغير النجوم إلى آخره. ما الذي يحدث الآن؟ أولها مرة تانية، في العصر الحديث وفيما قبل كمان تغولت السلطات الحاكمة، سواء كانت السلطات عسكرية بتحكم أو أمنية بتحكم أو ديكتاتورية غاشمة بتحكم، تغولوا على مفاصل الدول وأعادوا صياغة الثقافات المجتمعية مرة أخرى ورسموا قيم جديدة للمجتمعات وهمشوا الرموز التاريخية وحولوا المجاهدين منهم إلى خونة وحولوا الخونة إلى رموز مجتمعية يحتذى بقدوتها الشباب. لذلك أنا بركز على التاريخ. ليه؟ أن هذه السلطات التي تحكمت في مفاصل الأمور في دول كثيرة في العالم بتاعنا سواء كانت عسكرية أو أمنية أو ديكتاتورية أو فردية إلى آخره، ها أعادوا صياغة الثقافات المجتمعية التي عاشها الناس لمئات وآلاف السنين ورسموا قيم جديدة للمجتمعات وهمشوا الرموز التاريخية وحولوا المجاهدين إلى خونة والخونة إلى رموز مجتمعية يحتذي بها الشباب. واضح الصورة اللي أنا بركز على التاريخ؟ من غير تاريخ لن تصبح للأمة حاضر أو مستقبل. فالأمة التي لا تعرف تاريخها لا تستطيع أن تعيش حياة قويمة سليمة تحافظ فيها على مسارات الحاضر لتصنع من خلالها آفاقا جديدة لمستقبل مشرق. لمن؟ لهذه الشعوب. وأمثل هذا بأن الأمة التي لا تعرف تاريخها كالطفل اليتيم الذي لا يعرف أبويه، أو كالطفل اللقيط الذي لا يعرف منشأ ولادته أو من الحلال أم من الحرام. يعني الأمة اسمعوا معي، الأمة التي لا تعرف تاريخها لا تستطيع أن تعيش حياة قويمة سليمة تحافظ فيها على مسارات الحاضر لتصنع من خلالها آفاقا جديدة للمستقبل المشرق لهذه الشعوب. وأمثل هذا زي ما قلت قبل كده بالأمة التي لا تعرف تاريخها تكون كالطفل اليتيم الذي لا يعرف أبويه، أو كالطفل اللقيط الذي لا يعرف منشأ ولادته أهو من الحلال أم من الحرام. ده لذلك أنا بركز في المسارات أو في المتوازيات الأولى في بناء المجتمعات، أن نعرف تاريخنا الذي يحدد معالم شخصيتنا ومعالم الثقافات اللي بتحيط بنا في كل مكان وفي كل زمان. إن لم نعرفها فلا معالم لشخصيتنا ولا شخصية لنا ولا 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 ثقافة نستطيع أن نتفق أن نعيش بداخلها وفي وئام وسلام بيننا. ده بالنسبة للمتوازيات. يبقى احنا مهم جدا ان احنا بنبني مجتمع لابد نعرف التاريخ، واذا اردنا ان نعرف التاريخ ده لابد ان نجعل من يكتبوه ليس المنتصرين او الغالبين او حكومه واحده او مجموعه واحده او حزب واحد او مذهب واحد. يعني قد يتغلب مذهب واحد ديني على المذاهب الاخرى او حزب سياسي على حساب اخرى او حكومه متسلطه على الشعب او ناس قهروا البلاد وعملوا ثورات باطله وهم افرضوا على الشعوب تاريخ انجازاتهم هم وليس تاريخ الامه التي عاشت على ظهر المعموره في داخل هذه الدول. ده بالنسبه لا تتركوا هذا الامر لمن؟ لهؤلاء الناس. اما النقطه الثانيه في الرسم المجتمعي اللي هي المسار. يعني ايه مسار؟ زي ما احنا شايفين في الرسمة ادي مسار، يعني ماشي زي اللي هو حرف ال
اس او حاجه زي كده. المسار او المسارات هي الطرق التي تسير بين ربعي المجتمعات. المجتمع ماشي كده فدخل في مسار او انشا مسار علشان يمشي في قلبه، فهي التي تسير بين ربعي المجتمعات. لماذا؟ لايجاد الحلول الناجعه لقضاياها ومشاكلها التي تواجهها في كل يوم وفي كل شهر في العام. يعني المجتمع بينشئ لنفسه مسار علشان عنده مشكله، ويمشي داخل هذا المسار علشان يصل الى حل مثل هذه المشكله. اما اتكلم انا في التصحر والجفاف زي ما كان حصل في افريقيا في سنوات عده او في مناطق نزوح لان في حروب الى اخره، فتجد الشعوب بتجد تصنع لها مسارا لكي تنجو بنفسها من القحط والجفاف الى اماكن المياه او من اماكن الصراعات المسلحه الى اماكن اخرى، فتنشئ لها مسارات عشوائيه تسير داخلها. يبقى هي الطرق التي تسير بين ربعها المجتمعات لايجاد الحلول الناجعه لقضاياها ومشاكلها التي تواجهها في كل يوم وفي كل شهر وفي كل عام. فتسير هذه المجتمعات، المجتمع بتمشي التي تحدد داخل هذه المسارات، يعني المجتمعات بتمشي داخل المسار نفسه. التي تحدد من خلال هذه المسيرة والمسارات غايات المسيرة نفسها، حتى تصل في نهاية مسيرتها إلى شواطئ الأمن والاستقرار المجتمعي الذي تصبو إلى تحقيقه من خلال السير في هذا المسار المجتمعي. يعني المسار بيصنعه الشعب أو المجتمع علشان ينجو أو يحل مشكلة، فبتمشي الشعوب فيه علشان تحل المشكلة دي أو تجد حلول لمشاكلها. هنا في تناسب طردي هنتكلم عنه. كلما ازدادت أعداد المجتمعات اللي احنا عايشين فيها وتمددت أفقيا في التاريخ والجغرافيا ورأسيا في العلوم والمعرفة والثقافة، كلما ازدادت عدد هذه المسارات. ده تناسب طردي ما بين الرقعة الجغرافية، أعداد الناس، الزمن اللي عاشوا فيه، وعدد المسارات اللي هم بينشئوها علشان يجدوا حلول لمشاكلهم الاجتماعية. كلما زادت أعداد هذه المجتمعات وتمددت أفقيا في أغوار التاريخ والجغرافيا ورأسيا في أغوار العلوم والمعرفة والثقافة، كلما ازداد عدد هذه المسارات التي تحدد الحلول المرتقبة التي تصنعها المجتمعات. أي أن العلاقة بين المسارات من جهة وعدد أبناء المجتمعات والتاريخ من جهة أخرى فوق الذين عاشوا فوق أرض هذه المجتمعات تتناسب مع بعضها تناسبا طرديا. تناسبا طرديا، لما الزمن، لما الناس تعيش 500 سنة على أرض، على قطع الأرض مساحتها كبيرة عاش فيها ملايين، هتلاقي إن عملوا مسارات لأنهم وجدوا مشاكل كثيرة تواجههم في خلال هذه الفترة الزمنية. فكلما خرجت عليها مشكلة كلما صنعوا لها أو بنوا لها مسارا لكي يستطيع وجود حلول لهذه المشكلة. فما هو التناسب الطردي لو احنا رجعنا مثلا للحساب والرياضيات؟ هو ان في كميتين قدامنا، الكميتين المتناسبتين، ان الكميتين المتناسبتين تتناسب تناسبا طرديا عندما تكون زياده احدهما مرتبطه بزياده الاخرى. يعني لو كنا احنا مثلا بنضربه ازاي؟ نقول والله لو احنا في مكان معين لما يزداد عدد السكان فيه هيزداد استهلاك المياه فيه، هيزداد استهلاك الطعام فيه، هيزداد ازدياد الاستهلاك بتاع الصرف الصحي فيه، هيزداد بازدياد بناء المساكن فيه الى اخره. فده الايه؟ اللي هو التناسب الطردي ما بين زياده السكان وزياده الخدمات المقدمه اليهم. ده بالنسبه للمسارات، زي ما احنا شايفين احد المسارات قدامنا في الصوره اللي موجوده عندكم في الزوم. لذلك علينا ندرك هنا بقى حته مهمه جدا، زي ما احنا شايفين مسارين مرسومين قدامنا كذلك هنا. إنه في ظل الحريات اللي مش مجموعة مش موجودة أبدا في كتير جدا من الدول وخاصة في العالم، أحد العوالم العربية، إن في ظل الحريات التي تعيشها المجتمعات تزداد عدد المسارات. يعني لما تزداد الحريات يزداد عدد المسارات، لما تزداد الحريات لأن المجتمع بيبدع، المجتمع بيخرج عن بكرة أبيه ليجد حل كل مشكلة بتواجه المجتمع. كلما ازدادت، يعني انا في ظل الحريات التي تعيشها المجتمعات تزداد عدد المسارات ازديادا طرديا. اما في ظل العبوديات
ها الديكتاتورية التي تعيشها الشعوب داخل هذه الأنظمة الغاشمة، فإن مسارات المجتمعات ستتناسب تناسبا عكسيا مع حكم مع إدارة حكم هذه. يعني كلما كان الحكم غاشم وحكم سلطوي وحكم بوليسي وحكم عسكري وحكم ديكتاتوري، كلما قلت عدد المسارات. لماذا؟ من الخوف والرعب وعدم وجود الأمان. يعني في ظل الدولة المستقرة اللي فيها حرية تناسب طردي، في ظل الدولة اللي هي الغاشمة العسكرية أو الأمنية أو الدكتاتورية إلى آخره، يكون تناسب عكسي بينهم. بمعنى أنه كلما ازداد التضييق والمنع والإخافة، كلما تقلصت أعداد المسارات التي ترسمها المجتمعات لإيجاد الحلول لمشاكلها المجتمعية. كلما أقولها تاني، كلما ازداد التضييق والمنع والإخافة، كلما تقلصت أعداد المسارات التي ترسمها المجتمعات لإيجاد الحلول لمشاكلها المجتمعية. واضح؟ وهذه المسارات لما أتكلم عنها، هنتكلم عن متوازيات في الأول في كتاب التاريخ، وهذه المسارات تعتبر جزءا مهما وطبيعيا وفطريا داخل مسيرة التطور ونمو المجتمعات التي تسعى لتغيير حقيقة وجودها تغييرا إيجابيا، متمشية مع ما يدور حولها من تغيرات إيجابية أو سلبية. يعني ما تقوليش إن 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 المسار ده لما بيحصل ده شيء كده يعني طفرة، لا. المسارات دي تعتبر جزء مهم طبيعي وفطري. ها؟ داخل مسيرة تطور المجتمع ونمو المجتمع، كلما تطور ونمو المجتمع كلما ازدادت عدد الإيه؟ المسارات فيه. تطور ونمو المجتمعات التي تسعى، المجتمعات التي تسعى لتغيير حقيقة وجودها تغييرا إيجابيا متمشية مع ما يدور حولها من تغيرات إيجابية وسلبية على مستوى الإقليم أو مستوى العالم. واضح يا شباب؟ ده بالنسبة للمسارات. يبقى احنا اتكلمنا على اللي هو المتوازيات في كتابة التاريخ، واتكلمنا على المسارات في مسيرة الشعوب والمجتمعات داخلها كي تجد حلا اجتماعيا تستطيع من خلاله انها تجد حل لكل مشكلة من مشاكلها. تزداد هذه المسارات في ظل الحريات، وتقل وتتقلص في ظل الدكتاتوريات. يعني اذا كانت الدولة غاشمة لن يكون في هناك مسارات متعددة. إذا كانت الدولة ديمقراطية هتكون عدد المسارات أكثر بكثير من ما تخيل، إنها هتبرز كمية إبداع غير عادية من كل مواطن من مواطنين من أبناء هذه الدولة. ده اللي هو الرسمة الثانية اللي إحنا بنتكلم عنها، اللي هي بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بناء المسيرة المجتمعية. الرسمة الثالثة اللي قدامنا برضك هي موجودة قدامنا، هي المركبات. زي فين هنا في الرسمة المدورة اللي على الشمال خالص دي، عاملة زي ما يكون ايه رسمة ثلاثية الأبعاد أو رباعية الأبعاد. وكل رسمة من الثلاث رسمات دول بتعبر عن تركيبة مجتمعية معقدة، زي ما احنا دخلنا احنا في المخ وشفنا الخلايا العصبية وشفنا الأعضاء اللي داخلة المخ إلى آخره. في الجسم هنلاقي تركيبة الهندسية لبناء جسم الإنسان تركيبة معقدة 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 معقدة، فيها مئات الملايين أو بلايين الخلايا والأعصاب وكل هذه والإيه والأوردة والأرتريز يعني والشرايين وكذا، كل الحاجات دي كلها. فإذا كان الخالق سبحانه وتعالى أبدع في خلق هندسة خلق البشر وخلق الخلايا كلها، فنحن عليه أن نبدع في أن نجعل من المركبات المجتمعية قادرة على إدارة مسيرة المجتمع داخل مسارات مجتمعية. زي ما احنا شايفين كده، طبعا دي بعض الأمثلة اللي انا حطيتها كده عشان تعرفوا ان احنا ليس فقط في أجسامنا او في الدوائر الكهربائية او لا، في مجتمعنا، في مجتمعنا في هندسة لابد ان نتبعها لكي نخرج بمسيرة ممنهجة نستطيع أن ندرها ونقودها لإنقاذ المجتمعات وبناء النهضات والحضارات. تعريف المركبات اللي هي الكومباوندز، هي التطور الطبيعي
لبناء النسيج المجتمعي من خلال ايه؟ بناء كتل مجتمعيه. ايوه، احنا خرجنا بقى من العشوائيه في صناعه المسيره عشان نجد الحل لمشكلتنا الى اننا هنبني كتل مجتمعيه. الكتل المجتمعيه دي داخل هذه المسارات اللي هي بتاع وظيفتي، هي داخل المسارات تربط المسارات دي بعضها ببعض. يعني في مسار ماشي كده، مسار ماشي كده، مسار ماشي كده، مسار ماشي كده، لابد الكتل المجتمعيه دي من داخل المسارات تربط المسارات دي بعضها ببعض. يبقى التطور الطبيعي لبناء النسيج المجتمعي من خلال بناء الكتل المجتمعيه التي تربط هذه المسارات ببعضها البعض، وهذا ما نسميه ماذا؟ هذا ما نسميه مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني. اي انه لا يصلح ان يكون هناك مسارات بدون كتل. يعني ما يبقاش الناس، عاوز لا اشبه البشر بالقطعان، ما فيش قطيع غنم او بقر او اسود او حمير وحشيه او حتى قرود الى اخره بيمشي من غير قائد. بالك او بعض القاده اللي بيحاولوا يحافظوا عليه. فلا يصح او لا يصلح ان يكون هناك مسار ماشيين احنا فيه بدون وجود كتل مجتمعيه. وظيفتها الثانيه ايه بقى هنا؟ احنا قلنا في وظيفتها انها تربط بين المسارات وبعضها البعض المختلفه. وبالك لا يصلح ان تكون الكتل التي انا اقولها مره ثانيه، لا يصلح ان يكون هناك مسارات بدون كتل مجتمعيه تدير. ايوه تدير. يعني الكتل المجتمعيه اللي احنا بنعملها مؤسسه المجتمع المدني دي تعمل ايه؟ من جهه هي بتدير مسيره المجتمع داخل المسار المجتمعي، ومن جهه اخرى بتربط كل هذه المسارات ببعضها البعض. يعني وظيفتين. اقولها ثاني، داخل المسار المجتمعي الكتل المجتمعيه اللي هي مؤسسات المجتمع المدني بتدير مسيره المجتمع داخل المسار، ومن جهه اخرى ان هي تربط هذا المسار بهذا المسار، كل مسار ببعضها البعض، لان لابد ان تسير كل المسارات بالتنسيق والتكامل والتوازي والتعاون والمشاركه، والا مش هنبني مجتمع. كما انها لا يصلح ان تكون الكتل التي تدير هذه المؤسسات غير متكامله او متعاونه او متشابكه مع بعضها البعض. فهي ليها وظيفتين، وظيفه قياده المسار المجتمع داخل المسار، ووظيفه التنسيق مع المسارات الاخرى. اي انه ليس من الجائز على الاطلاق ان يسير كل مسار في معزل عن المسارات الاخرى. يعني واحد يقول لك ايه، احنا من المحافظه الفلانيه ما لناش دعوه بالمحافظه. ما ينفعش، انا عندي 20 30 محافظه، وعندي يمكن 150 مدينه، وعندي يمكن 5000 قريه. مع كل قريه وكل مدينه وكل محافظه لابد يكون في تنسيق ما بين مسارات المجتمعات داخل القرى والمدن والمحافظات مع المجتمعات الاخرى داخل القرى والمدن والمحافظات في المحافظات الاخرى، لكي تستطيع هذه السيمفونيه الرائعه من ان تخلق لنا مسيره مجتمعيه خلاقه وخلابه وخلاده وخالده. لان كل هيعزف مع بعض. هو احنا بنتكلم على سيمفونياتنا جميله جدا فيها 50 عازف او 100 عازف او اكثر، لان كل اله وكل وتر بيعزف بالتكامل والتناسق والتوازي مع كل الالات الاخرى والاوتار الاخرى، وبتطلع منظومه جميله جميله جميله. الانسان ممكن يقعد يسمع لها ساعه واثنين وثلاثه وخمسه. واضحه يا شباب؟ أين يحدث عدم التنسيق ده؟ أين يحدث عدم التنسيق اللي أنا بتكلم عنه ده؟ يحدث فقط في مكانين، في الدول الهشة والدول الفاشلة، وده داخل دول بتحكمها ديكتاتوريات أمنية أو عسكرية أو فردية. أمنية أو عسكرية أو فردية. داخل هذه الدول ما بيكونش في مسارات كتيرة كده، لأن الناس بتخاف، تبقى مرعوبة، تبقى لا تتأمن على نفسها ولا على أولادها ولا على ممتلكاتها ولا على حاضرها ولا على ماضيها ولا على أي شيء. هذا الفشل بيحدث في، وإن في دول كثيرة جدا تعتقد أنها دول متحضرة وهي متخلفة، ليس لأن دولتك فيها كمية كثيرة من المال كميزانيات وإمكانيات أو رقعة جغرافية كبيرة أو عدد من السكان كبير
ده معنى ان دولتك دوله مستقره ودوله فيها حريات ابدا، عمر ما قيست نمو الدوله وحضارتها ونهضتها بمال الدوله او بعدد افراد الشعوب التي تعيش على هذه الدوله. اما ان كانت لان دوله ان كانت وعندها كل هذه الامكانيات وهي تقمع الشعوب فتعيق مسيرتها وتضيق مساحه الحريات فيها اللي بتعمل فيها، لو ضيق على المؤسسات المجتمع المدني وحجم او قلص حجم الحريات ستصبح هذه الدوله من الدول الهشه اللي هي بالتالي لن تكون فيها مسارات متعدده كما قلت من قبل. فاساس وجود هذه النهضات هو اللي هو الحريه، مساحة الحريات، وكذلك غير مساحة الحريات اللي هو أمن الإنسان على نفسه لكي يستطيع أن يبدع في وجود حلول لمجتمع. أما إن أردنا أن نبني زي مثلا في الشريحة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، شريحة أخرى حضرتها برضك فيها واحدة ثلاثية الأبعاد والتانية عاملة زي بتاعة الكهرباء أيضا، دي برضك جزء من التركيبات المجتمعيه المعقده اللي بتمثل مؤسسات المجتمع المدني ليها دور معين في تنظيم واداره المسيره داخل المجتمعات داخل المسيرات وفي نفس الوقت التواصل ما بين المسيرات بعضها البعض. اما ان اردنا ان نبني النسيج المجتمعي المتكامل بقى، احنا نبني مجتمع متكامل فعلينا ان نؤمن كافراد ونؤمن بناء ماذا؟ بناء مسيره ثقافيه جديده. ثقافتها التواصل والتشابك والتكامل والشراكة. التواصل والتشابك والتكامل والشراكة دي الثقافة الجديدة اللي أنا نتكلم عنها. لابد يكون في تواصل ما بين كل مدينة وكل حارة وكل شارع. يعني مثلا أنا أذكر المثل ده دايما في سنة 96 لما رحت العراق، كان ممنوع نقل المواد الغذائية من مدينة لمدينة أو محافظة لمحافظة إلا لما تيجي الحكومة المركزية توافق لك عليها. عشان كده لما احنا اشترينا الأضاحي وحبينا ننقلها من بغداد للشمال للأكراد والموصل والمناطق ناحية سوريا لراوة وهيت وعانة وحديثة إلى آخره، أو للجنوب عند الكربلاء والنجف والكوفة والبصرة إلى آخره، كان لابد ناخد معانا ورقه من ايه؟ من الوزير. ما تقدرش كده تاخد لحمه وتنقلها من محافظه لمحافظه الا باذن الوزير. فلذلك اما ان اردنا ان نبني النسيج المجتمعي المتكامل فعلينا ان نؤمن نحن كافراد ونؤمن بناء مسيره ثقافه التواصل والتشابك والتكامل والشراكه المجتمعيه المبنيه على ايه بقى؟ دي بقى النقطه دي مهمه جدا 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 يا شباب، على حرية إبداع المواطن اللي هو أهم عنصر موجود داخل الدولة وداخل الوطن وداخل الشعب وداخل التاريخ وداخل الثقافة وداخل الجغرافيا وداخل كل شيء. على حرية وإبداع حرية إبداع المواطن الممكن، المواطن الممكن الممكن يعني معناه أنه لا يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى أولاده من أي شيء، مبني على حرية إبداع المواطن الممكن والمنتمي إلى المكن. المواطن سينتمي إلى الأرض وسيضحي بحياته من أجل إسعاد كافة المكونات المجتمعية البشرية وغير البشرية وحدود وطنه كذا. أما إن أردنا أن نبني نسيج مجتمعي متكامل فعلينا أن نؤمن ونؤمن بناء مسيرة ثقافة التواصل والتشابك والتكامل والشراكة المجتمعية المبنية على حرية إبداع المواطن الممكن والمنتمي إلى الأرض التي عاش عليها أجداده وأسلافه عبر مئات وآلاف السنين. دي حل المعضلة من الكلام، وده تحدي للشباب. تحدي للشباب اللي بيقولوا ما فيش فايدة. لا، ده في مليون فايدة. ما فيش حل، لا، ده في مليون حل. نختم بإننا نقول إيه؟ أنا بدأت الكلام بتاعي وقلت فيه إن إحنا في تحدي. عايشين في كورونا، وكورونا بتخوف. انا لسه ثلاثة او اربعة او خمسة من الناس اللي اعرفهم شخصيا ميتين في الثلاث ايام اللي فاتوا في بريطانيا، مع كل وجود كل التسهيلات الطبية اللي موجودة.
ده اللي انا اعرفهم، ده غير اللي انا ما اعرفهمش. معانا يا شباب؟ يعني في كورونا جت ما جاتش، صار جه ما جاش، ايبولا جت ما جاتش، من تاني يا ربي ايه تاني، حمى الخنازير جه ما جاتش، وهكذا، حمى صفراء، حمى حمراء، حمى خضراء، ولا يهمنا. احنا عندنا رساله هنوصلها، وعندنا مهمه هننجزها، وعندنا منتج هننتجه. اردتم ان تاتوا معنا يا شاب، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. لم تريدوا، حنن الله عليكم، لكن احنا ماشيين. ان ما نقوم به في الخاتمه، وما نريدكم ان تقومون به ايها الشباب، باب باب باب، ليس سحرا او شعوذه او تنجيما او عشوائيه، غير مبنيه على قاعده واسس علميه، بل هي خبره ومعرفه وتجارب وإيمان. إيمان بإيه؟ بثقافة وقيم وحاجة المجتمعات. أقولها تاني، إنما نقوم به وما نريدكم أن تقومون به أيها الشباب ليس سحرا أو شعوذة أو تنجيما أو عشوائية، غير مبنية على قاعدة وأسس علمية، بل هي خبرة ومعرفة وتجارب وإيمان بثقافة وقيم وحاجة المجتمعات التي نريد أن نخدمها، التي نريد أن نخدمها، التي نريد أن نخدمها، ونخرجها من ظلمات الجهل واللاوعي واللا إدراك والتيه في غيابات مجتمعية ما أنزل الله بها من سلطان، إلى نور الإدراك والمناصرة والتمكين البناء للمجتمعات. إحنا مصممين، شايفيني؟ إحنا مصممون. هقولها مرة تانية، إنما نقوم به ما نريدكم أن تقومون به أيها الشباب ليس سحرا أو شعوذة أو تنجيما أو عشوائية، غير مبنية على قاعدة وأسس علمية، بل هي خبرة ومعرفة وتجارب وإيمان بثقافة وقيم وحاجات المجتمعات التي نريد أن نخدمها، ونخرجها من ظلمات الجهل واللاوعي واللا إدراك والتيه في غابات مجتمعية ما أنزل الله بها من سلطان، إلى نور الإدراك والمناصرة والتمكين البناء للمجتمعات، والقادر هذا التمكين، والقادر على بناء النهضات واسترشيد الحضارات. لن نتنازل عنها ابدا. فنحن في سننا هذا اباء وامهات واجداد، سوف ننير لكم ظلمات الطرق باحدى هاتين الوسيلتين. الاولى، سوف نخطو الخطوه الاولى في غيابات الجهل المجتمعي، ونري لكم هذا الطريق بأرواحنا، حتى وإن لم يسر خلفنا إلا القلة القليلة لعدم توفر الإمكانيات، هذا واحد، أو عدم قدرتكم على الحاق بنا، هذا اثنين، وعدم وضوح الرؤية لكم، هذا ثلاثة، عدم وضوح الرسالة لكم، هذا أربعة، أو التحديات المجتمعية التي قد تعصف بوجودكم، هذه خمسة. أقول الخطوة الأولى هي، سوف نخطو الخطوة الأولى في غيابات الجهل المجتمعي، ونري لكم هذا الطريق بأرواحنا، حتى ولم يسر خلفنا إلا القلة القليلة لعدم توفر الإمكانيات، عدم قدرتكم على اللحاق بنا، وذلك لعدم وضوح رؤية رسالتنا، أو للتحديات المجتمعية التي قد تعصف بوجودكم أو وجودنا جميعا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، سوف نضيء لكم، والله الذي لا إله هو، سوف نضيء لكم الطريق ولو بشمعة. شمعة، شايفين الشمعة دي؟ هذه شمعة، هي شمعة لا يمتد نورها لأكثر من خطوات نعدوها، لكن إيماننا بالله سيجعل من نور هذه الشمعة يصل لآفاق الأميال. أن نضيء لكم، نضيء لكم الطريق ولو بشمعة لا يمتد نورها لأكثر من خطوات نعدوها، في ظل إنارة هذه الشمعة مع قلة قليلة منكم معنا. يعني سواء في الحل الأول أو في الحل الثاني، لن نقعد، لن نقعد، لن نقعد. أما إن أردنا معكم أو أردتم معنا بناء هذه المسيرة، فعليكم أنتم أيها الشباب أن تدفعوننا بحماس أرواحكم الخلادة، ولتعطينا الأمل، كل الأمل، لأن هذه الأرواح إنما تتألق أنوارها من عمق الإيمان الراسخ في أفراد الشباب. أقولها تاني دي الأخيرة،
اما ان اردنا معكم او اردتم معنا بناء هذه المسيره فعليكم ان تدفعوننا بحماس ارواحكم الخلاده والتي تعطينا الامل كل الامل، لان هذه الارواح انما تتالق انوارها من عمق الايمان الراسخ في داخل افئدتكم ايها الشباب. فختاما نحن نسير في مسيره، احنا ماشيين كافراد، قد اكون انا احدهم، في مسيره داخل دهاليز الحياه التي انشاها الله ليعبد فيها، وننشر من خلال عبادتنا له مبادئ العداله الاجتماعيه والحريه والاخاء والمساواه وحفظ كرامه الانسان، كل الانسان بغض النظر عن العرق والدين والتاريخ والثقافة والقيم، وحتى الطير والحيوان والمياه والمناخ نحن مسؤولون عنها، وكل مسؤولون أيضا عن كل مكون مجتمعي قد أوجده الله سبحانه وتعالى لخدمة بني البشر. فنحن نسير في مسيرة داخل دهاليز الحياة التي أنشأ الله ليعبد فيها، وننشر من خلال عبادتنا له مبادئ العدالة المجتمعية والحرية والإخاء والمساواة وحفظ كرامة الإنسان كل الإنسان، وحتى الطير والحيوان والمياه والمناخ وكل مكون مجتمعي قد أوجده الله سبحانه وتعالى لخدمة بني الإنسان بني البشر. نداء أخير لكم يا شباب، هل أنتم مستعدون؟ يلا أنا عاد بتكلم دلوقتي بقالي 40 دقيقة، هل أنتم مستعدون على السير معنا داخل هذه المسارات المجتمعية حتى نحقق آمال وأحلام ورؤى المستضعفين في الأرض تقربا لخالقنا وتيمنا بمسيرة رسولنا وكافة الأنبياء ثم المصلحين عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين ثم التسليم؟ هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ سؤال ثاني، هل أنتم مستعدون لإرضاء الله سبحانه وتعالى ورسله وأنبيائه؟ دي نمرة واحد، المسيرة هتمشي. هل أنتم مستعدون لتحمل عبء مسؤولية الأمانة التي رفضت الجبال والسماوات حملها من قبل وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا؟ هل أنتم مستعدون لبذل الكثير من التضحيات من أجل إسعاد الآخرين؟ هل أنتم مستعدون لتحذو خطونا وتشدوا برسالتنا معكم ومعنا، أو يكون لكم رسالة فنسير نحن معكم؟ هل أنتم مستعدون؟ فإن كنتم مستعدون فدعونا نمد أيدينا إلى أيديكم لتتشابك معا من أجل بناء هذه المسيرة المجتمعية. هذا أول تحدي في أول جمعة أو أول أسبوع في عام 2021 في ظل تحديات الكورونا والخوف والهلع والفزع والجزع من الموت. الموت مكتوب علينا، كل نفس ضيافة الموت، لكن ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الجميل قال فيه: إذا قامت الساعة وكان في يد أحدكم فصيلة فليزرعها ولا ينتظر النتيجة أبدا، فليزرعها. والكورونا ليست علامة من علامات الساعة أبدا، لكن الفصيلة التي على كل شاب وشابة منكم زرعها لابد أن تزرع اليوم وليس غدا، اليوم وليس غدا، اليوم زرع. أنا أشكركم جميعا، إن شاء الله غدا ستكون المحاضرة نفسها باللغة الإنجليزية، سوري مش غدا، يوم الجمعة إن شاء الله باللغة الإنجليزية. أما الجزء التالي من هذه المحاضرة هتكون الأسبوع القادم، ورح نتكلم فيها عن الجزء الثاني اللي هو بيعرف اللي هو الخطوط الداخلية التقاطعية اللي هي المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات، يعني كأننا هنعمل زوم في المجتمع الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الثلاثاء. فأنا أشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله خير، وبردك هتكون على الزوم علشان الرسومات كتيرة، صحيح هي موجودة على الفيسبوك زي ما انتم شايفينها، لكن لابد اللي عايز ياخد الصور اما انه يروح على اليوتيوب فيما بعد او ياخدها يسمعها على الزوم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.